لسه بتحبني؟ ما انت لما كنتش بتحبني ما كنتش جريت ورايا علشان تجيبني هنا، علشان ابقى ملك ايديك جنبك، عشان تشوفني وانا مش عارفه اقول لك لا. طب ما انت فعلا ما قلتليش لا. طب لو كنت قلت لا؟ كان يا ما كان. انا كنت خايفه تبعد عني. خايفه ابعد عنك؟ وانت يا بنتي ليه مصممه كل مره تصغري نفسك اكتر من المره اللي قبليها؟ ليه؟ نفسي اعرف. للحظه وانت واقفه قدامي تحت وانا بقول لك هتقعدي معايا من غير جواز اتمنيت تقولي لي لا، اتمنيت تقولي انها كانت غلطه وانك ما كنتش عايزه تعيش عيشه الجواري دي، بس الواضح ان عيشه الجواري عجبتك. غبي كنت هقول لا، كنت هقول لا، مش عايزه افوز، مش عايزه افوز. يا بنتي اتكلمي، وجعت قلبي، انا خلاص جبت اخري. عمي مات. الله يرحمه. مش عارفه ايه اللي جوايا يا خالتي، مش عارفه اذا كنت زعلانه ولا فرحانه انه مات، مش عارفه. أول ما شفته اتمنيت إنه أموته بإيدي وأنا أشوفه بيقع كل اللي عمله راح، اتمنيت إن أشوفه منهار قدامي، بس بعد ما مات حسيت إحساس غريب أوي. قولي ما تكتميش في قلبك. حسيت إني بقيت وحيدة تاني، كنت بكرهه ولا لا، مش عارفه انا كنت بدور عليه عشان اخد حقي ولا بدور عليه علشان الاقي اهلي جنبي. عارفه يا عليا انت بنت طيبه قوي، وابوكي وامك عرفوا يربوكي كويس، وزي ما بيقولوا الدم عمره ما يبقى ميه، واللي انت حاسه بيه ده شيء طبيعي، دي الفطره اللي خلقنا عليها ربنا. بس سرقني. احنا ما نعرفش الحقيقة، الغيب ربنا بس هو اللي يعرفه. بس انا انت مفيش زيك، تعرفي ان ربنا بيحبك لان اللي بيسامح احسن من اللي بيكره. قولي الوسيم ابن عمك، قولي له على كل حاجة، يمكن اللي ما عملوش الكبار يعملوه الصغار. ايه مش عايزة تقولي له؟ هقول له ايه بس؟ قولي له انك رحتي للشركه عشان تشتغلي وعشان تبقي جنبه وعشان تعرفي حقك، وده مش غلط ولا عيب. ايوه بس انا عملت حاجات كتير قوي غلط عشان اشتغل في الشركه. زي ايه يعني؟ صورت الشهاده بتاعتي واتفقت مع حسني على وسيم، وكمان ايهاب اللي نصب على سلمى كده برضه. القلب ده عشان تعرفي اللي انت عملتيه ده مش صح، وان بنتي بدريه واللي فتحيه فتحت لها بيتها ما تعملش كده ابدا. تعالي في حضن. والحضن ده عشان انا عارفه انك طيبه وبنت حلال،
وإن عملتي اللي عملتيه ده كان غصب عنك. يعني كنت فين؟ فين إيه؟ يا سلم، هو تحقيق ونيابة ولا إيه؟ لا أبدا، بس أحب أعرف حبيبي وأخويا والشق بيعمل إيه؟ أكون فين يعني؟ بعط مع الحتة الطرية. حتة طرية؟ ما أنت عندك حتة كتير، أني واحدة؟ بصراحة بقى اليومين دول بعط مع البنت كمان يعني. اخص. البنت دي شكلها واكل عقلك يا. لا واكل عقلي ولا واكل بطو حتى في دماغك. يا عم أنت بتحط برفرات جامدة وطويلة بقى، وأنت عارفني بحب التغيير، لقيت حاجة طويلة قمت شابك على طول. هسيبك أنا بقى تكمل كاسك وأروح أنا أظبط المصلحة دي، أنت عارف الحاجات الطويلة بتحتاج سلالم بقى وحركات. حبيبي. سلام يا صاحبي. في ايه يا بت؟ ما تتكلمي. مفيش، عرفانة ولا زهقانة ولا مش طايقة. ايه سلامة برضو؟ لا سلامة. ايه الدنيا دي غريبة قوي. ليه؟ فيك ايه انتي رخرة؟ انت عارفه انا بحب سلامه قد ايه؟ انا بموت في تراب رجليه ومستعده اعمل اي حاجه عشان بس يفكر فيا ويبص لي ولو حتى بالغلط. اه شفتي بقى سلامه بيحب هاله، وهاله ما بتحبش سلامه، وسابية بتموت في التراب اللي بيمشي عليه سلامة، وسلامة مش حاسس بيها. يقوم يبقى سلامة غني ويبقى كل اللي في دماغه انه يذل هالة. تفتكري ليه؟ عشان لسه بيحبها ولا عشان بيكرهها؟ وسامية عيني متلوعة محدش حاسس بيها. انت بتحبي بجد يا بنت؟ اه بحبه. روحي له يا سامي، روحي له. ما تعمليش زي ما تبقيش غبية. أنا كنت غبية، أنا بصيت تحت رجلي، غلط ما تغلطش زي. حبيه، خليه يحس كمان بيكي، حسسيه بحبك. يمكن 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 يرجع السلام، يرجع السلام بتاع زمان. روحي له. أنا سمعتك للآخر. حضرتك دلوقتي اسمعني، العرض اللي تم طرحه ده غير مناسب أبداً. أنا عندي ليفل معين هنا في الشركة مش حاضر أتنزل عنه، يعني الأسعار مش لا 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 أسعار شوية. خلاص يبقى مرة تانية. مع السلامة.
مس عليا برا يا فندم. خليها تدخل. عليا لما تيجي تدخل على طول. ازيك يا عليا؟ انت اتاخرتي عليا. هو احنا كان في بينا ميعاد؟ طب ما تخضيش، اقعدي. ده ميعاد انا اديته لنفسي. علي انا كنت متاكد انك هتيجي. ومن غير تليفون ومن غير ميعاد. بس يعني كنت فاكر انك هتيجي في نفس اليوم اللي اتكلمنا فيه. في دي بس يعني تقديري ما كانش في حاله. انا فعلا كنت عايزه اجي في نفس اليوم اللي اتكلمنا فيه. كنت عايزه اتكلم معاك. بس بصراحة قلقت وخفت مش عارفة أقول إيه. طب وسألتي مين؟ بصي الحيرة اللي أنت فيها دي أنا عديت فيها مليون مرة. أنت مشكلتك في القرار الصعب. القرار الصعب ده إحنا بنحس إن إحنا لو خدناه هيجي من وراه مصايب وكوارث. بس أنا بأكد لك إنه هو ده القرار الصح. القرار الصح ليه ميزات كتير ومخاوف كتير. أهم حاجة فيها إن إحنا لو خدناه هل اللي قدامنا ده هيفهمه صح؟ ولا هيقدره ولا مش هيقدره ولا الكلام ده. بس هو الصح. يعني في الآخر الصح هو الصح. فقولي براحتك وأنا هفهم. عندك حق. طيب قولي لي بقى مين اللي حمسك وقال لك تيجي تقولي لي كل اللي في قلبك من غير تردد؟ خالتي فتحي. ايه ده؟ وانت عندك خاله؟ لا دي اجمل حاجه في حياتي. ست سكره ام لكل واحد وواحده في الحاره. سمير انا مالك يعني؟ ليه محسسان ان اللي هتقولي ده صعب جدا؟ سميرة أنا محتاجة لك قوي. وأنا تحت أمرك. أنا مستني تقولي لي أنا محتاجة لك زي ما أنا كنت محتاج لك. هتفهم اللي هقوله؟ طبعًا. لازم أفهم اللي بتقوليه. لأن أنت يا عليا فهمتيني كتير قوي. أنت مش بس فهمتيني. أنت حتى استحملتيني. استحملتيني لما قلت لك ان انا بحبك بس برضه بحب مراتي اللي ماتت مش هقدر انساها. استحملتيني انك بتتعاملي مع حد اعمى بس كل الوقت محسساه ان هو بيشوف. يعني انت كنت بتحبيني بجد مش تمثيل. انا حاسس انه سوري يعني جه الوقت اللي لازم ارد لك كل حاجه عملتيها معايا. فتكلمي براحتك. عمي مات ما يعرفش ان انا بنت اخوه. سميرة انا جوايا حاجات متلخبطه كتير قوي مش عارفه اذا كنت فرحانه ولا زعلانه انه مات. في لحظه كنت بتمنى ان اتخلص منه وانا اشوفه بيتعذب قدامي. بس بعد ما مات زعلت وحسيت اني بقيت وحيدة اكتر من الاول. علي انت بتقولي ايه؟ مين عمك ده؟ وايه قصته؟ طبيتي شوية حبيبتي. لو عايزة تتكلمي براحة اكتر ممكن نخرج ونقعد في الكافيه وتقولي اللي انت عايزة. لا انا هقولك على كل حاجة بس وعدني انك تفهمني صح وتحس بيا. وانا ما اقصدش غير كل كلمه وحرفها هقوله لك. وعايزاك تعرف حاجه مهمه قوي. انت الوحيد اللي لا يمكن اكذب عليه. قولي يا علي انا اسمعك. يا خالتي ما شربتيش الشاي ليه؟ معلش انا عارفه ان انا هتعبك معايا. تعب ايه يا مدهوله؟ ده انا امك. ها يلا بينا يا جماعه. ايه يا فتحي ده؟ ايه ده انت اتغيرت قوي.
خلي بالك منه يا جليلة، ده البنات يخطفوه منك. طب واحدة كده بس تفكر تقرب له وشوفي أنا هعمل فيها إيه. أنا ما يملاش عليا غير جليلة يا ست فتحية. أهو ده بقى اللي اسمه مال وكلام. أهي الواحدة تخاف من الكلام الحلو اللي زي ده. ليه كده بس يا ست فتحية؟ أنت هتقوميه عليا ولا إيه؟ إيه يا واد أنت بنراوي كده ليه؟ ليه بس؟ مش هين عليك تقول لي يما؟ والله كنت هقولها لك، بس خفت تتضايقي مني. أنا عارف إن أمير هو اللي مالك قلبك، مفيش حد غيره يقدر أقرب منه أبداً. أنا أمك وأم الولاد اللي في الحارة كلهم، اللي يرضى واللي ما يرضاش يشرب من البحر. معلش يا خالتي، ده فتحي برضه بيهزر معاكي. طب يلا بينا بلاش هاري بقى، وأنت بقى تخلص شغلك وتيجي تاخدنا، ولا حسيبنا نروح لوحدنا؟ وأنا خلصني برضه، أول ما تخلصوا الدكتور كلميني، هجيلك قوي على طول. طب يلا 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 بينا يلا. الغل والحقد والكره اللي كان جوايا ملكوني، خلوني معرفش افكر. شفتش غير الايام الصعبه اللي عشتها، شفت امي وهي بتموت، شفت ابويا وهو بيجيب القرش بالعافيه وهو عنده ملايين. ما كنتش عايزه افكر غير اني ازاي اخد حقه وحقي باي طريقه. انا قلت لك على كل حاجه، وعارفه ان ليك حق لو غيرت فكرتك عني او خدت فكره عني اني وحشه. بس انا عايزه اقول لك حاجه يا سمير، انا مش شريره. كل اللي عملته ده كان غصب عني. أنا عارفة أنت بتفكر في إيه دلوقتي. تفكر إن الواحدة اللي تزور وتفكر تهدم عمها وتقتله، أكيد تبقى إنسانة مش كويسة. علي علي، أنا مش زعلان، بالعكس أنا مبسوط جدا. كنت مستنيك تفتحي، مش بس الأعمى ما بيشوفش، زي ما أنا كنت محتاج لعملية جراحية عشان أشوف، برضو أنت كنت محتاجة لها. وأنا مبسوط إن أنا الجراح والعملية نجحت، بس يعني فاضل حاجة صغيرة جدا. أنا هعمل أي حاجة تقولي عليها. وسيم ابن عمك لازم يعرف كل حاجة، لازم يعرف إنه إيهاب ده بيلعب عليه، وإن الزفتة كاميليا نصابة. عليا لازم ترجعي تشوفي بقلبك، بقلبك زي زمان. اللي تحسيه بقلبك وتحس ان هو الصح وترتاحي له، اعمليه حتى لو هيخسرك كتير. اوكي؟ عارف احلى حاجه ايه؟ انك تشوف بعين اللي بتحبه وتصدقه وتتغلب على كل الشكوك والهواجس اللي جواك. سمير انا بحبك قوي، حب حقيقي مش كلام. يلا يلا عشان اوصلك عند وسيم تطلعي تقولي له كل الكلام ده. اكيد طبعا هيرفضك ويطردك، هبقى مستنيك. بس خدي بالك، مش معنى ان انت هتقولي له كل حاجه فهتخسري حقك، لا، احنا هنجيب حقك وبالقانون. اسمعي كويس، بالقانون. ها؟ عشان ده فاق وصحي وفتح. اتفضلي. الواد بتاعك كان هنا، منى بتقولي
انه كان هيموت نفسه عشانك. عارفة؟ أنا لما بقعد لوحدي بقول لنفسي أنت فيكي إيه زيادة عن الستات اللي عرفتهم؟ أيوه هو ده الشراسة والتمرد، وعينيكي فيها حاجة غريبة بتحركني من جوه. أنا بكرهك وانا بحبك، وكل ما بتكرهيني بحبك اكتر واكتر، وببقى عايزك اكتر واكتر. وانت ما عندكش احساس يا اخي؟ ايه ده؟ احساس؟ الاحساس والمشاعر دول بيضحكوا بيهم على الصغيرين اللي زيك، لكن الكبار بقى بيبقوا عايزين حاجات تانية كتير قوي. وماله؟ ماشي. قولي لي بقى، ايه اخبار مراد الصغير؟ اكيد بيتشقى زي ابوه. تعبك ها؟ بص بقى، انت لو ما خرجتنيش من هنا انا هموت نفسي. وليه؟ تموتي نفسك ليه؟ هو البرنس بس يشرف، وانا اللي هعمل ده بنفسي. طب ايه رايك بقى؟ انا هنزله. والله؟ طب وريني كده هتنزليه ازاي؟ أنا عارفة إن أنت ما بتحبنيش، وإني زي غيري، زي كل النسوان اللي أنت عرفتها. أنت مش عايز العيل؟ أنا أوعدك إني هخلفه وأجيبه لحد عندك. خده وتربيه، اعمل اللي أنت عايزه. أنا مش عايزة منك غير حاجة واحدة بس، أما عاوز أشوفه تخليني أشوفه بالطريقة اللي أنت عايزها في الوقت اللي أنت عايزه. إيه رأيك؟ أنا مش هسيبك. عارفة ليه؟ عشان ببقى سعيد قوي وانت بتتعذبي قدامي. وحش انا قوي ها؟ وحش. وسادي وما عنديش قلب. اخص عليا اخص. بس عارفه بقى، الواد بتاعك ده انا مش هرحمه، هخليه يكره اليوم اللي اتولد فيه. عارفه هعمل فيه ايه؟ هخليه اغى. فاكره ولا نسيتي؟ يا رب. تفضلوا.
يا حلو يا برنس. دي عملية جديدة؟ أنت عارف أكتر حاجة بتضايقني إيه؟ إن أحس إن أنا طيشة وإني مش فاهم أي حاجة بتحصل حواليا، خصوصا بقى إن اللي يحسسني الإحساس ده شقي وحبيبي. إيه يا ابني اللي أنت بتقوله ده؟ إحنا في مركب واحدة. آه بس أنا مش فاهم أي حاجة ولا عارف أي حاجة، كأنك يعني قاصد إن أنا ما أعرفش أي حاجة بتعملها. دي أوهام في دماغك. إثبت لي إنها أوهام. قول لي بقى مين اللي كانوا عندك دول؟ واتفقتوا على إيه؟ سلامة. انت مش محتاج حسني معاك ولا محتاج اي حد تاني جنبك. يلا سلام. خد يلا رايح فين؟ ايه يهمك؟ مش ملاحظ ان مراد مختفي بقاله فترة؟ اه. طب انا عايزك تروح له. روح له كده افهم فيه ايه. انا حاسس انه بيعمل حاجة من ورانا. يعني هو انا اللي هقرر مراد واخليه يتكلم؟ انت عارف انا علاقتي بيه تخليه عايز يخلص مني النهارده قبل بكره. طب انت عارف ليه بقى هو مش عارف يخلص منك النهارده قبل بكره؟ لا عارف. عارف ان انت ورايا وحاميني. تلاش يا سلامه، انا لسه ما جاليش زهايمر. ما بنساش. سلامه بطل. سلامه صاحبي. ايه ده؟ انت من امتى بتشرب سجاير؟ انا عايزه اتكلم معاك في حاجه مهمه. ممكن تسيبيني دلوقتي يا عليا؟ عشان مش فايق لاي حاجه. انا عارفه ان انت بتمر بظروف صعبه، ويمكن تكون مش قادر تستحمل تسمع كلام او حد يتكلم معاك في اي حاجه، بس اللي انا جايه اقوله لك مهم قوي وما ينفعش يتاجل. أنا آسفة بس حضرتك لازم تمضي على الورق ده ضروري، في شغل كتير قوي متعطل. إيهاب اتصل وبيقول إنه مسافر بعد بكرة، كان عايز يعرف الاتفاق اللي ما بينكم هيتم ولا لأ. ده مش وقته يا كاميليا، سيبوني في حالي. يا ريت يا أليسة عالية تقولي لوسيم بيني الشغل ملوش دعوة بالأحزان. أنا بتكلم عشان مصلحة الشركة. طيب سيبي الورق دلوقتي وأنا هتصرف فيه كاميليا. شايف الصورة دي؟ ده عمك ودي مرات عمك ودي بنتهم اللي هي أنا. أنا عارفة إن الكلام اللي هقوله لك ده ممكن يخليك تكرهني، بس أنت لازم تعرف إن أنت بقيت شخص مهم جدا في حياتي. أنا وأنت مالناش غير بعض، إحنا عيلة صغيرة. الكبار اللي بنوا سور بينا راحوا خلاص، يا اما نسامح وننسى يا اما نعمل زيهم ونبتدي الحكايه من تاني. انت عايزه تقولي عليا ان انت بنت عمي؟ كنت ساكته الفتره دي كلها ليه؟ ما قلتليش ليه؟ هقول لك على كل حاجه، بس خلينا الاول دلوقتي اقول لك حاجه اهم. كاميليا وايهاب دول نصابين. نصابين؟ نصابين يعني ايه؟ انا هحكي لك كل حاجه. ساكتة ليه؟ احكي بسرعة.